مع مهند من حمود الاستيراد 0505163525. اليوم بمناسبة الجمعة البيضاء الوايت فرايداي عملنا وايت اديشن على ترافيرس 3LT موديل 22. زي ما انتم شايفين البامبر الامامي كله باللون الابيض بدل اللون الاسود المطفي. الاضاءة كلها كاملة LED. الرنجات 20 بالريد كاليبر الشكل الرياضي. المولدين كله باللون الابيض بدل الاسود المطفي. من الخلف كمان الدعمية الخلفية بقت باللون الابيض. تعالوا نشوف مساحة الدبة عشان السيارة دي من اكبر السيارات كدبة عندنا. اكبر دبة خلفية ورا الركاب مفعليا دبتين زي ما انتم شايفين. اكتر سيارة عملية عندنا موجودة. وتعالوا نشوف مواصفاتها من الداخل على السريع. زي ما انتم شايفين المفتاح فيه تشغيل عن بعد وفتح للدبة الخلفية. في عندنا هنا سدة او تخزين ورا الشاشة نقدر نقفلها برقم سري. عندنا خمس كاميرات 3D، اربع كاميرات 360، والكاميرا الخامسة بتظهر رؤية الخلف وانا ماشي لقدام مش للريفرس. طبعا عندنا خدمة الاون ستار والواي فاي بيطلع من السيارة. اشتراك شهري اقل عن شركات الاتصالات الموجودة. فتحتين سقف، رادار امامي، تنبيه الحارات، نقاط عمياء على المرايات. السيارة بتيجي طبعا عليها شاحن لاسلكي للتليفون. 3.6 V6، 308 حصان، 310 حصان، في حصانين. وطبعا هي جر امامي وبتشتغل على 4 و6 سلندر حسب الار بي ام، يعني استهلاك بترول ممتاز. اتصلوا على مهند 0505163525 واهلا بكم.